بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفرق بين السنة والنفل والمندوب والمستحب. الفرق بين السنة والنفل والمندوب والمستحب. قال صدر الشريعة رحمه الله الإمام صدر الشريعة عبيد الله ابن مسعود المحبوبي رحمه الله صاحب كتاب التنقيح وصاحب كتاب التوضيح في حل غوامض التنقية، قال: إن كان الفعل أولى من الترك بلا منع، إن كان الفعل أولى من الترك بلا منع، فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة. إن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلا فنفل ومندوب، وإلا فنفل ومندوب. والسنة تنقسم قسمين: سنة زوائد وسنة هدي. سنة الهدي أخذها هدي وتركها ضلالة، أخذها هدي وتركها ضلالة. وأما سنة الزوائد أخذها حسن ولا بأس بتركه، هذه السنة. وأما النفل فيثاب المرء بفعله ولا يلام بتركه. النفل يثاب المرء بفعله. وقال في اللباب أيضا في شرح الكتاب: مستحبات الوضوء ويستحب للمتوضئ. المستحب لغة هو الشيء المحبوب، وعرفا قيل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، والمندوب ما فعله مرة أو مرتين. وفي مراقي الفلاح، وفي مراقي الفلاح: وندب أن يستحب. وفي حاشية الإمام الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله قال: والمستحب والمندوب والمرغب فيه والحسن ألفاظ مترادفة معناها واحد، وهو ما رجح الشارع فعله على تركه، وهو ما رجح الشارع فعله على تركه. كل هذه أسماء ومسميات لشيء واحد وهو النفل. قال الإمام السرخسي رحمه الله الإمام أبو بكر محمد ابن سهل السرخسي في أصوله في أصول السرخسي: وأما النافلة فهي الزيادة، ومنه سميت الغنيمة نفلا لأنها زيادة على ما هو المقصود بالجهاد شرعا، ومنه سمي الولد وولد الولد نافلة لأنه زيادة على ما حصل للمرء بكسبه. قال تعالى في سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فالنوافل من العبادات زوائد مشروعة، زوائد مشروعة لنا لا علينا، والتطوعات كذلك، والتطوعات كذلك. فإن التطوع اسم لما يتبرع به المرء، اسم لما يتبرع به المرء من تلقاء نفسه، فإن التطوع اسم لما يتبرع به المرء من عند نفسه ويكون محسنا في ذلك ولا يكون ملوما على تركه، فهو والنفل سواء، وحكمه شرعا أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولهذا قلنا إن الشفع الثاني من ذوات الأربع، أي أن الإنسان يصلي العشاء، يصلي الظهر، يصلي العصر، الركعتان الأولين من العصر، من الظهر والعصر والعشاء، في حق المسافر تكون نفلا لأنه يثاب على فعله
لأنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولهذا جوزنا صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام، وراكبا مع القدرة على النزول. هذا هو تعريف التطوع وتعريف النفل، وهما شيئا واحدا، النفل والتطوع والمستحب والمندوب، كلها أسماء لمسمى واحد وهو النفل أو التطوع.